اهلا بيكم، انا الدكتور احمد امام، دكتوراه واستشاري ومدرس جراحه المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وزماله امريكيه في جراحه اورام المسالك البوليه بمعهد اورام روزويل بارك نيويورك الولايات المتحده الامريكيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع يمكن هو من اكثر المواضيع اللي بتقابلني في عياده المسالك البوليه، وهو موضوع حصوات المسالك البوليه. احب قبل ما اتكلم عن حصوات المسالك البوليه اتكلم ببساطه عن تكوين الجهاز البولي. فبدايه من الكليه، الكليه دي ببساطه هي عباره عن فلتر بيروح لها الدم على مدار 24 ساعه، هتفلتره وينزل منها البول. البول اول حاجه بيتجمع في حوض الكليه وينزل منها الى الحالب، وهو انبوبه رفيعه جدا بتقوم بنقل البول من الكليه الى المثانه البوليه الموجوده اسفل منطقه السره. يبدا البول يتجمع في المثانه البوليه قطره بقطره حتى ما تلاقي المثانه يشعر الشخص برغبه في التبول ودخول الحمام. الحصوات بتتكون ازاي؟ الحصوات غالبا بتتكون نتيجة عدم توازن ما بين نسبة الأملاح الموجودة في البول وكمية الماء اللي المفروض انها تذيب هذه الأملاح. طيب هي ايه انواع الأملاح اللي ممكن تؤدي الى تكون الحصوات؟ هي مش مجرد هو الملح الطعام اللي هو ممكن يجي في دهننا، ولكن في أطعمة غنية بالملح في حد ذاتها حتى لو انت حضرتك ما ضفتش ملح على الأكل ده، زي الجبن المالحة، الأسماك المملحة، التوابل، الدقة، البهارات، الحاجات دي طبعا غنية بالملح. طيب في املاح تانية زي املاح الاوكسالات موجوده في المكسرات، في الشاي، في الكولا، الطماطم، السبانخ، الشوكولاته. في املاح تانية مهمه جدا هي املاح اليوريك اسيد او حمض البوليك، دي بتزيد في البول ممكن نتيجه كثره تناول اللحوم، ومش بس اللحوم الحمراء، اللحوم بانواعها، اللحمه، الفراخ، السمك، وكمان البقوليات زي الفول والعدس. في مرض شائع موجود زي مرض النقرس اللي هو بيزيد في اليوريك اسيد، وده بيؤدي الى تكرار تكون الحصوات. لو في عندنا شخصين بيتناولوا نفس المقدار من الاملاح، ولكن واحد منهم حريص على شرب 3 لتر ماء يوميا او اكثر، في الغالب الشخص ده لا يعني لن يعاني من حصوات المسالك البوليه الا اذا كان عنده امراض اخرى من الجهاز الهضمي او امراض زي النقرس او مشاكل تانية. في حين ان الشخص التاني اللي بيتناول نفس مقدار الاملاح دوت ولكن بيشرب مية قليل جدا، واحد يقول لك لا انا اصلا ما عطشتش، مش حابب طعم المية، او بيعمل في مكان مفتوح معرض للشمس او الحر، بالتالي فقد الماء بيكون اعلى نتيجة العرق، فده معرض اكتر لتكون الحصوات. الحصوات ممكن تتكون فين؟ زي ما قلنا ممكن تتكون اما في الكلى او في الحالب او في المثانة البولية. ازاي ممكن شخص يعرف ان عنده حصوة؟ الحقيقة الموضوع هيتراوح ما بين ان هو قد لا يشعر تماما بوجود الحصوة الى شخص اخر عنده مغص كلوي شديد. ده بيختلف على اساس ايه؟ على اساس مكان وحجم وتأثير الحصوة. بمعنى لو في شخص عنده حصوة صغيرة موجودة في قاع الكلية قد لا تسبب له اي الم، وممكن يكتشفها بالمصادفة اثناء عمله اشعة لتشخيص اي مرض اخر. في المقابل لو الحصوة دي تحركت من الكلية ونزلت بقت في الحالب زي ما اتفقنا ان هو ده انبوبة رفيعة جدا بتنقل البول من الكلية الى المثانة، ساعتها الشخص ده هيعاني من مغص كلوي شديد جدا بيصنف انه من اشد الالام البشرية، سيناريو مشابه عن معظم الحالات انه بيضطر ياخد حقنة مسكنة او يذهب لطوارئ مستشفى للعلاج. او في حاجة متوسطة ممكن تحصل، بيبقى في الم او نقحة كده موجود الشخص مش عارف سببه ايه، ده ممكن يحصل لو الحصوة بقى لها مدة ادت الى تضخم في حوض الكلى او ارتجاع البول على الكلى انها بتحجز البول خلفها. نيجي بعد كده احنا ازاي نشخص الحصوه بطريقه سليمه؟ افضل الاشعات هي حاليا الاشعه المقطعيه الخاصه بتشخيص الحصوات، تكون اشعه مقطعيه للبطن والحوض بدون صبغه. ننتقل بعد كده الى العلاج. احنا عندنا ساعات مثل بيقول if it's not broken don't fix it، بمعنى لو شخص عنده حصوه صغيره ساكنه في قاع الكليه لا تسبب له الام ولا تسبب انسداد في الكلى ممكن نتركها يعني بدون علاج، او على الاقل ان احنا بس ناخد الاحتياطات اللازمه عشان هو شخص عرضه لتكون حصوات ونزود شرب الميه ونقلل الاملاح اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده. ممكن بعد كده اتكلم عن اساليب علاج الحصوه بخلاف العلاج الطبي او الدوائي اللي احنا قلنا محور العلاج الدوائي اهم حاجه فيه، شرب 3 لتر ماء يوميا على الاقل مع الفورات اللي بتساعد على اذابه الحصوات مع ضبط الاكل ان احنا نقلل الاكل الغني بالاملاح اللي بتكون الحصوه ديت. ممكن بعد كده نتكلم عن اساليب علاج الحصوات بالانتقال من الليس انفيزيف الى المور انفيزيف، بمعنى الاقل من ناحيه التدخل الجراحي الى اللي فيه تدخل جراحي. في حاليا تقنيه اللي هي تقنيه تفتيت الحصوات بالموجات التصادميه من خارج الجسم، الشخص فيها مش بيدخل غرفه العمليات ولكن على جهاز تفتيت الحصوات بنوجه اشعه بطريقه معينه ليها نقطه تلاقي او هي بؤره اللي هي وجود الحصوه، بحيث ان هي اثناء مرورها من الجسم كل شعاع في حد ذاته مش هيسبب ضرر لانسجه الجسم، ولكنها لما تجتمع على البؤره عند الحصوه هتقوم بتفتيت الحصوه ديت. بتتفتت الحصوه سواء ان احنا نعمل تفتيت مباشره او ان احنا قبل تفتيت الحصوه بنحط دعامه داخليه في الحالب تساعد على مرور
فتات الحصوات. الحاجه اللي بعد كده ان احنا ممكن نعمل منظار لاستخراج الحصوه، والمناظير دلوقتي تطورت جدا ان احنا ممكن ندخل من خلال فتحه مجرى البول الطبيعيه. لو الحصوه في المثانه ممكن نكسرها ونستخرجها، لو في الحالب نقدر ندخل في الحالب ونشيلها، وحاليا كمان الاحدث ان هو منظار الحالب المرن ده ممكن يوصل من فتحه مجرى البول الطبيعيه يدخل في المثانه ومنها الى الحالب وصولا الى الكلى، يقدر يوصل لاي مكان داخل الكلى عشان نقدر نوصل للحصوه، نقدر نفتتها بالليزر. بعد كده تقدر فتات الحصوه يقدر يمر بجانب الدعامه. لما لو الحصوه دي حجمها اكبر شويه موجوده في الكليه، ممكن نحتاج ان احنا نعمل دخول مباشر الى الكليه عن طريق منظار الكلى، عن طريق جرح صغير يعني تقريبا اقل من عقله الصباع، اقل من 2 سم او سم تقريبا، ندخل للحصوه نكسرها ونستخرجها. ومن حالات النادره جدا لو الحصوه كبيره ومتشعبه داخل الكليه نضطر نلجا الى الشق او الفتح الجراحي، والحقيقه ان دور الفتح الجراحي بيتضاءل مع مرور الوقت، خصوصا لو العين متقبل يعني مبدأ ان هو حتى لو الحصوة كبيرة ممكن نعملها على مرحلتين، سواء منظار او تفتيت او منظار يلي منظار. النصيحة اللي انا عايز اقولها في نهاية الموضوع اللي بنتكلم عنه، كيفية الوقاية من تكون الحصوات. باختصار احنا عايزين نحافظ على شرب 3 لتر ماء يوميا. احنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. ولكن الكلام ده لا ينطبق على شرب الماء، محدش قال ان احنا ما نشربش غير لما نعطش، لان العطش معناه وصول الجسم الى مرحله الجفاف، فاحنا مش عايزين نوصل ان احنا نعطش ونحافظ على شرب الميه وحتى بدون العطش علشان نقي نفسنا من تكون الحصوات. ولو عندكم اي اسئله بخصوص حصوات المسالك البوليه سيبوها لي في التعليقات وهرد عليكم بنفسي ان شاء الله في اقرب وقت.